الوكالة السورية الحرة للإنقاذ انطلقت هي ببداية 2013 بالعام الأول لها، كان هو المشروع كان مشروع طبي اللي للأطفال وللناس اللي تجي من سوريا. بعد فترة من الزمن تقريبا السنة صارت الحكومة التركية هي اللي تهتم بالموضوع الطبي مشكورة، فنحن انتقلنا لموضوع الطفل والمرأة. الطفل والمرأة هني بالنسبة لنا هني أهم شيء، وبالمرجي المرتبة الأولى الطفل. الطفل نحن حبينا انه ما يضيع وما يتسرب من المدرسه، وبذات الوقت نحن بنعرف وقت كنا بسوريا قديش في عنا لهالاطفال، قديش في عندهم طاقات جواتهم. فنحن بجولاتنا على المدارس واهتمامنا بالطفل واطفال الشوارع اللي عم بيكونوا دائما متسربين، حاولنا نساعد هالاطفال ليقدروا يلتزموا ويلتحقوا بمدارسهم عن طريق دورات تدريبيه ودورات توعيه لهم ولاهاليهم، لحتى قد ما فينا نساعده ليفوتوا على مدارسهم عن طريق أنشطة عم نحاول نقدمها بين أنطاكيا وقراها، وأحيانا بكلس أحيانا بعنتاب. فكخطوة أولى هو كان إحنا هدفنا التعليم. بعدين أنه صرنا نشوف من ضمن جولاتنا على المدارس أنه في عنا كتير مواهب من رسم وموسيقى، وفي عنا ناس أصواتهم حلوة إن كان إنشاد وإن كان غناء وإن كان راب ولا كان أي شيء. فنحن صرنا ناخذ اساميهم ونجيبهم لعنا على المركز ونجيب لهم اساتذه ليعلمون ويدربون. هلا صار في عنا نسبه منيحه ان شاء الله الحمد لله من الاطفال اللي عم بتشوفون هلا ورح تشوفون انه قديش موهوبين وقديش عندهم هذا، بس بدهم الناس اسا تساعدهم وتدعمهم لحتى يقدروا يستمروا. اقل شيء يكون في لهم مركز يقويهم لحتى يقدروا يفرغوا هالطاقه الموجوده جواتهم. نحن مثل ما سمعنا هلا قبل شوي او رح نسمع انه في عنا غنية لحلب، انطلقت الغنية هو من الاحداث اللي عم بتصير بحلب، هو رسالة رح يوصلوها الاطفال بجهد منهم وبعزفهم ولحنهم ولحن الاستاذ صائب هو الموسيقار الكبير، وبيساعدوا الاشخاص اللي موجودين الاساتذة على الدرامز والناي وغيرهم. في عنا كمان الكاتبة هي لولو أندراوس الشعرة اللبنانية اللي كتبت الكلمات هدية منا لحلب، والأطفال هن اللي قدموا لها الغنية، غنية حلوة كتير، وإن شاء الله نحن نتمنى أنه تضرب وكل الناس تسمع فيها لهالرسالة هيدا. شو يغنوا؟ غنية هي لحلب بتقول حلب، أنا بدي أجي من الآخر للأول اللي هي بتقول حلب هي غصة، هي دمعة وغصة برقبة كل هالدنيا. يعني المغزى منها أنه كل الناس واقفة عم تتفرج على حلب، وهي رح تكون قهرة وغصة برقبة كل هالناس اللي ما عم تقدر تساعد شيء.